شكرا. معقول حبك لوائل كفوري؟ يا شكرا يا امي. يخليك تتزرعي بحضور برايم مع عرب ايدول حتى تلتقي فيها. شكرا. ايه والله الحب بيعمل المستحيل. يعني اجيت لهون هلا تتشوفني حديث البلد مثل ما راحت كرمال وائل كفوري. وحتكون هذه طريقتك دائما متابعة. هي طريقتي دائما بمتابعه نجومي المفضله مباشره. ما بعرف لا ما رايح من عندي. طيب بس شكرا رحتي انت وبدك انت بتحب الفن وبتشجع الطاقات الصوتيه الجديده. يعني لكي انا قبل ما انه بحب الفن انا بتعامل بحياتي الطبيعيه مثل اي حدا. يعني بس انت ما رحتي قصدي الارب ايدول حتى تشوفي المتابعين الجدد؟ لا والله لا كمان هذا احد الاهداف. ايه احد الاهداف بس الهدف المباشر هو وائل كفوري. وعلى فكره رحت بدون يعني بدون دعوه انه من دعوه ام بي سي ابدا. اخذت تاكسي ورحت. مواطنه عاديه جدا جدا لابسه ثياب عاديه. يعني حتى الناس تفاجئت لما شافت وانا طلبت انه ما حدا يقرب علي انه انا بدي رايحه هيك انه انا بدي انا من الناس بدي مخمخ. ايوه وكون قريبه يعني بدي اتفرج قدر الامكان. بس ما كنت كثير قريبه قدر يعني كان في شويه تبادل نظرات. لا بس عن جد هلا بدي احكي انه انا كثير كنت بحبه لوائل وحبيته اكثر لما التقيت فيه باسمه الكبير طبعا. لانه كان لقائه واستقباله الي يعني ما بتتخيلي قد ايه كان ما يعني متواضع ودم خفيف مثل ما بنشوفه. طيب وائل طيب كتير يعني كثير واستقبلني كانه بيعرفني من 100 سنه وطلع انه هو كمان كلنا بنعرفك كلنا بنعرفك يعني بس حسسني في ناس بتعرفك وما بتحسسك بتحس انه هذا هدول السنوبيزم يعني تماما. فكان كثير لطيف وجنتل ومحبته وصلت لقلبي مثل ما محبتي وصلت لقلبه. وطلع عم يتابعني على تويتر ووعدني قال لي ثاني بكره رح اعمل لك فولو. وانا قلت يعني شو بده يتذكر ليتذكر هيك فقت الصبح بحبك متابعه وائل كفوري فولو مي او ماي جاد. عن جد كثير انبسطت كمعجبه يعني عن جد انبسطت ولهلا بتواصل انا وياه وبطمن عليك الفتره وبيرد علي له تويتات وبرد عليك برد عليه بالزجل اللي بيعمله احيانا بيعمل زجل فبرد عليه مثل ما بيكتب مثلا مره ايه شو قايله انا ولي ليك الكل عينه عليك مهما اكلت ومهما شربت بنقول لك اسم الله عليك. ايوه يوميتها كان عم بيقول انه هو عم ياكل كثير وعم ينصح. فانا رديت عليه انه شو ما عملت وشو ما سويت نحن كلنا بنحبك. يعني الغزل ضارب على التويتر. وكمان كتبتي له شو عندك عالم بتحبك ما هم الا تبقى جنبك. كله على الوزن لانه هو هيك بيكتب ليك يا عليكم ان شاء الله. شفضحتني. لانه ليك حتى نحن يكون انه حكينا مزبوط يعني عرفتي كيف؟ موثق برافو عليك. لا تخلي يزعل قلبك بنحبك وائل بنحبك. بدك ما يقوم ياخذ له شي وحده منهم ويعملها غنيه وما يعطيك حقوقها. يا ريت بينعملوا اغاني. عن جد بينعملوا اغاني. بس لازم هلا تعمل لي تويت لالي. ايه يلا. يعني نحسب انا وياك عاملين فولو لبعض يلا تعال وطلعنا هلا غني هلا وانت شفت نعيم ورحت لا من ايدك ولا من اجري. ايه يلا بعطينا شو وحده. طيب انا برد عليك بنجرب بنحاول. ايه. بلش انت. لا انت لا انت حضرتك لا لا, لا حضرتك لا. انت من اهل البيت جمالك شعشع الشاشه. هيك شغله جمالك شعشع الشاشه شو بتجاوبيه؟ يا ريتني حامله رشاشه. بحكيلك ما بدنا سلاح ما بدنا شيء. انا بحكيها بمعنى المجازي. بحكيها غزل بترد علي بالرشاشات. رح احضر بوكس وحط لك على عينك شاشه. يعني شوي يعني بنضل بالعنف بس انه يمنعه انه ينظر بقى. هلا انا بقول مين معي وانفولو مين معي وخلصنا مين معي انت تحركت فيها مين معي وهي بلوك فورا.